لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الكتابة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي والعلمي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. وفي درس اليوم نبدأ ببحث جديد أعزائي الطلاب، وهو التقارير العلمية. وفي درسنا بالتحديد نتناول وظيفة التقرير وخصائصه ونوعي التقرير. إذن درسنا اليوم هو وظيفة التقرير وخصائصه ونوعات التقرير، ونقصد بالتقرير هنا كما قلنا التقارير العلمية. فما هو المقصود بكلمة التقرير؟ بشكل عام، التقرير هو عرض كتابي مركز لموضوع معين. إذن التقرير هو عرض كتابي، أي شيء مكتوب حول موضوع معين يقدمه فرد أو أكثر. فإذا قدمه فرد فيسمى التقرير هنا تقريرا ذاتيا فرديا، أما إذا كان أكثر تقوم عليه مجموعة بعد بحث واستقصاء ومتابعة، وبذلك يكون من أهم وسائل الاتصال، كما أنه أداة من أدوات الرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم. إذن التقرير هو عرض كتابي مركز لموضوع معين يقدمه فرد أو أكثر، ويكون ذلك بعد بحث واستقصاء ومتابعة، وليس كلاما عشوائيا، إنما له خطوات وستمر معنا فيما بعد. بعد بحث واستقصاء ومتابعة، وبذلك يكون هذا التقرير من أهم وسائل الاتصال، كما أنه أداة من أدوات الرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم. وبناء على هذا، فالتقرير فنيا يتطلب شروط كتابة البحث، لكنه أوسع مفهوما من البحث، إذ يصدق على كل إخبار أو توصيل للمعلومات بأية صورة وبأية وسيلة. وقد شاع إطلاق لفظ التقرير أحيانا على ما يطلب من الطلاب الجامعيين من ورقات بحثية. إذن ما يهمنا في هذه الفكرة أو في هذه الفقرة هنا والتعريف، تعريف التقرير على أنه عرض كتابي مركز لموضوع معين يقدمه فرد أو أكثر بعد بحث واستقصاء ومتابعة. أما وظيفة التقرير وخصائصه، وهنا نشير إلى الخطأ، ليست وظيفية وإنما وظيفة. وظيفة التقرير وهي تتحدد في أربع وظائف: التبليغ والتأثير والإقناع والتغيير. ضع تحتها خطا لأنها سؤال امتحاني. وظائف التقرير أربع: التبليغ والتأثير والإقناع والتغيير، وتتفاوت التقارير في ذلك. ما المقصود بكلمة تتفاوت؟ أي إن بعض التقارير قد تحمل وظيفة واحدة وبعضها قد يحمل أكثر، فهي متفاوتة، فمنها ما يؤدي وظيفة ومنها ما يؤدي أكثر من ذلك. لاحظ ماذا يقول: فمنها ما يقدم للتبليغ لا أكثر، أي إنه يأتي لوظيفة واحدة وهي التبليغ، وهو ما يسمى بالتقارير الإعلامية. التقارير الإعلامية نصلها مباشرة بالتبليغ، ضعها إلى جانبها لتعلم أن وظيفة التقارير الإعلامية هي التبليغ. أما غيرها فهو يقدم للتأثير، وهو هذه، والإقناع واتخاذ القرارات للتغيير. إذن يشمل الوظائف الثلاث: التأثير والإقناع والتغيير،
وهو ما يسمى بالتقارير التحليلية. لو سئلنا بالامتحان وظيفة التقارير التحليلية لقلنا التأثير والإقناع والتغيير. أما ما يقتصر على التبليغ وهو الإخبار، أن يبلغنا أمرا، أن يخبرنا عن أمر، فهو يسمى بالتقارير الإعلامية. أيضا نركز على هذا الكلام على الوظائف الأربع، ثم لكل وظيفة مع أي تقارير تكون: التقارير الإعلامية التبليغ، التقارير التحليلية التأثير والإقناع والتغيير. أما خصائص التقرير العلمي المتكامل، ما هي خصائص التقرير العلمي المتكامل؟ أولها الدقة والوضوح في الصياغة، وهذه ليست بالجديدة علينا، فقد مرت معنا سابقا في أنواع الكتابة. أما الآن فنركزها، فهي من خصائص التقرير العلمي المتكامل: الدقة والوضوح في الصياغة، الموضوعية في العرض والتحليل والاستنتاج، استقراء المادة العلمية أي المعلومات والبيانات، جمع هذه المعلومات والبيانات وتوثيقها بدقة، وأخيرا التزام المنهجية في كل خطوات الإعداد والصياغة. فليس التقرير أمرا عشوائيا، وإنما يقوم على منهج وعلى خطوات، على الكاتب على الباحث أن يجري عليها واحدة تلو الأخرى. إذن خصائص التقرير العلمي المتكامل لنحفظها: الدقة والوضوح في الصياغة، الموضوعية في العرض والتحليل والاستنتاج، استقراء المادة العلمية من المعلومات والبيانات وتوثيقها بدقة، التزام المنهجية في كل خطوات الإعداد والصياغة. أما الذي يحدد نوع التقرير، التقارير المكتوبة أنواع كثيرة، ولكن السؤال: كيف يحدد نوع التقرير؟ كيف نعرف نوع التقرير من خلال قراءة النص؟ ما يحدد ذلك هو عدة أشياء، وأهمها نوع الموضوع، فالموضوع الذي يتناوله التقرير يحدد نوعه، مدى بساطته أو تعقيده، أيضا البساطة أو التعقيد أو السهولة في المعالجة أو الصعوبة هي من الأشياء التي تجعلنا نحدد نوع التقرير. قيمته لدى الجهة الموجهة إليها، والغرض من ما الغرض من هذا التقرير وإلى من هو موجه. من خلال هذه المعلومات قد نحدد نوع التقرير، مدى الزمن اللازم لإنجازه، فبعض التقارير تحتاج إلى أشهر، وبعضها تحتاج إلى أيام، وبعضها تحتاج إلى سنوات، لذلك الوقت اللازم لإنجازه هو الذي يعيننا على تحديد نوع التقرير. مدى خطورة ما يترتب عليه من قرارات أو مواقف، فربما كان البحث أو التقرير عن أمر يهم الدول، عن أمر يهم الإنسانية، إذن مدى خطورة ما يترتب عليه من قرارات أو مواقف يعيننا أيضا في تحديد نوع التقرير. إلا أنهم في الكتاب جعلوا لنا أهم نوعين من التقرير هما، وقبل ذلك يقول: يمكن التمييز بين نوعين بارزين من التقارير، فأبرز نوعين من التقارير هما: أولا التقرير الإخباري. التقرير الإخباري، من كلمة الإخبار، فهو أن ينقل لك خبرا، وصفا عن حدث، عن مناسبة، عن مكان، عن شيء، يخبرك عن شيء ما، هو وصف لحادثة، ونحفظ أيضا تعريفه، وهو وصف لحادثة أو مناسبة أو مكان أو شيء ما، وصفا دقيقا وأمينا، ولا يحتاج فيه كاتبه إلى مراجع أو مصادر، لأنه وقف بنفسه على ما يصف، وإن أضاف معلومات إلى ما شاهده بنفسه أشار إليها وذكر مصدرها. لاحظ معي عندما نتحدث عن التقرير الإخباري، فأنت الآن في قلب الحدث تريد أن تنقل لنا الخبر، هل تحتاج إلى مصادر أو مراجع، إلى كتب ومؤلفات قديمة لتنقل لنا منها الخبر؟ أنت هنا وظيفتك أن تنقل الخبر كما تراه، وإن أضفت أنت بعض المعلومات إلى ما تشهده بنفسك فعليك أن تشير إليها وأن تذكر المصدر. وهذا النمط من التقارير لا يتقيد بالمنهجية التي يلتزم بها التقرير البحثي، ليست الغاية منه التوثيق والإتيان بالمعلومات من المصادر والمراجع وردها إلى الكتب التي أخذت منها أو غير ذلك،
كما أنه نمط قصير لا يتجاوز الصفحات القليلة، وهو ما يمكننا هنا من الوقوف على نموذج له عند نهاية هذا البحث. في نهاية هذا البحث وضع لنا الكتاب نموذجا للتقرير الإخباري لنقرأه فيما بعد. إذن التقرير الإخباري هو وصف لحادثة أو مناسبة أو مكان أو شيء ما، وصفا دقيقا وأمينا. أما ما يمكن أن نستفيد من هنا، هل يحتاج هذا التقرير إلى مراجع أو مصادر؟ لا يحتاج فيه كاتبه إلى مراجع أو مصادر، وهذا النمط من التقارير التي لا يتقيد بالمنهجية التي يلتزم بها التقرير البحثي، كما أنه نمط قصير لا يتجاوز الصفحات القليلة. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فهو التقرير البحثي، وعندما نقول البحثي فهو يحتاج إلى البحث المنظم. ركز معي، عندما تقول بحثي فهو يبحث، يتناول أمرا ما، يتناول مشكلة من المشاكل، وهو عن طريق البحث المنظم. إذن يتناول بالدراسة، وهو ما يتناول بالدراسة مشكلة تحتاج إلى بحث منظم يستند إلى خطة محكمة، وهو على العكس تماما من التقرير الإخباري. هنا يحتاج إلى البحث المنظم ويستند إلى خطة محكمة، ويستعين بوسائل ومناهج علمية في جمع المادة وتحليلها والخلوص منها إلى النتائج. إذن التقرير البحثي هو التقرير الذي يحتاج إلى البحث المنظم والعودة إلى المصادر والمراجع والتحليل والتركيب إلى أن يصل إلى النتائج المرجوة، وهو ليس كما كان التقرير الإخباري مجرد نقل الخبر أو الحدث أو الشيء كما يراه الكاتب أو الباحث. إذن أهم نوعين من التقارير يمكن التمييز بينهما التقرير الإخباري والتقرير البحثي، وبهما ننتهي من درسنا أعزائي الطلاب. نكمل ما تبقى من التقارير العلمية في الدرس القادم إن شاء الله، وإلى ذلك اللقاء أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.